مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح. أكدوا لي الصورة والصوت رجاء، الصورة والصوت رجاء. مساء الخير، أهلا وسهلا. أكدوا لي الصورة والصوت، مو صوت التراكيب، صوتي أنا، صوتي واضح لو لا. وأتمنى قبل ما نبدي المحاضرة تكتبون شنو هي النقاط اللي تعرفوها الفرق بين الكنائس الكاثوليكية الأرثوذكسية البروتستانتية. جيد، صورة وصوت واحد. كتبوا لي نقاط، شنو هي النقاط اللي تعرفوها أنتم الفرق بين الكنائس الكبيرة كاثوليك أرثوذكس والبروتستان، حتى قبل ما نبدأ المحاضرة نتناقش فيها. اهلا وسهلا بالجميع، مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح. مساء الخير، اهلا وسهلا اللي عنده مساء، وصباح الخير اللي عنده صباح، اهلا وسهلا بالجميع. بالمشي تساقع ليلك كل الدهر حقيقة. أهلا وسهلا بالحاضرين ويانا، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح، اهلا وسهلا. أهلا بالجميع. يا راعينا
صباح الورد ما يا اهلا وسهلا. مساء الانوار اهلا وسهلا وصباح الخير باهل مشيغان، صباح الخير باهل كاليفورنيا، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا كل اللي حاضرين ويانا، مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح، اهلا وسهلا. مساء الخيرات. اتمنى موضوع مالتنا هو الطوائف الكنسيه، الكاثوليك الارثوذكس والبروتستانت، فاتمنى تذكرون شويه نقاط الاختلاف اللي تعرفوها، لانه راح نتطرق عليها، راح نتطرق على هاي النقاط. شكرا باسم، شكرا، الله يحفظك ويحفظ الجميع وبالصحه والعافيه على الفاكسين. اهلا وسهلا بالحاضرين، اهلا وسهلا بكل الحاضرين. اهلا وسهلا بكل الحاضرين ويانا، اهلا وسهلا. اكيد عقيدة الحبل بلا دنس، اكيد. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. لقاء مبارك للجميع، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالجميع. مثل ما تعرفون في عندنا بابرشيه او دايسس برمنغهام، عندهم The Weekend Parish Letter Newsletter Every Sunday تطلع ببرمنغهام. فاليوم أكيد كان بعث المطران هنا منك، فمسوين هاي الرسالة ودازيع الإيميلات. This weekend the parishes of the Archdiocese are taking part and the International Day of the Prayer for Eastern Christians. The focus is on the Middle East, an area where our brothers and sisters are suffering so much because of persecution, especially from radical Islam and the fourth politics of their countries there. رسالة طويلة، فمخصصين هذا اليوم المبارك يصلون من أجل الكنيسة. أكيد كنت أتمنى أشارك وياهم، بس أكيد بيصادف يوم الأحد، ويوم الأحد أنا عندي خدمات بالكنيسة، وأكيد عندنا شماس صبحي زورة ويانا، هو راح يمثل كنيستنا هناك في برمنغهام. الله يبارك شماشة وصحة والعافية، وتحياتي للمطران الأرك بيشب أوذير، وهم انتم في صلاتنا دائما، وراح ان شاء الله ننزل هاي الرسالة في موقع الكنيسة. الله يبارك الجميع، شكرا جزيلا. فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب. أتبعك يا سيدي طول الطريق، أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق.
اهلا وسهلا بالجميع. شماشة صبحي، شكرا جزيلا على كل شيء بتقدمه باسم رساليتنا في برمنغهام. الله يبارك بيك وبالعائلة وبالجميع هناك، وتحيات وسلامي للجميع. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بكل اللي حاضرين ويانا. مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح. شوية لاخو نبدي وياكم برا ما تخلص الترتيلة. شكرا شماشة، الله يبارك شماشة صبحي. مساء الخير اللي عنده مساء، صباح الخير اللي عنده صباح، ونعمة ربنا يسوع المسيح دائما تكون معكم بنعمة وشفاعة أمنا مريم العذراء وخطيبها مار يوسف. نبدي موضوعنا اليوم بصلاة من أجل وحدة الكنائس، ونقول بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك، فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معنا جميعا، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. مثل ما قلت، أكو رسالة من أرش دايسيس أوف برمنغهام كان بعثوها أنا، ونيوزلتر ويكلي دي يصلون الناشونال داي، راح يذكرون صلواتنا ويذكرون إرساليتنا أيضا من ضمن هذه الرسالة. راح أحاول أسويها مثل صورة وأنزلها على صفحة الكنيسة، ويمكن أنتوا تقدرون تقروها بعدين بصورة مفصلة. كنت أتمنى أشارك وياهم. راح يكون عندهم غدا من صلاة في كل الكنائس ببرمنغهام، سووها إعلان، راح يصلون بهاي الصلوات من أجل المسيحية الشرق الأوسط. كثير مهم إحنا نفكر بالصلوات، نفكر بالوحدة، ونفكر بكنيسة واحدة، ونفكر بعيد واحد، ونفكر ونفكر، بس يا ترى التطبيق على الأرض إيش قد هو صحيح؟ ذكروا كثير من الأخوة والأخوات ببداية أثناء التراتيب، ذكروا قسم انقسامات، أكيد كنيسة الكاثوليكية، الأرثوذكسية، البروتستانتية، واللوثرية وغيرها اللي ظهرت في عالمنا اليوم. ما شاء الله ما كثرت الكنائس. قبل ما نبدي بالكنائس مالتنا والطوائف مالتنا، نصلي مثل هاي الساعات القريبة على هذا الصاروخ الضايع. ما خلصنا من كورونا، اجى صاروخ، فنصلي أن يقع في بحر، ولو البحر همنا أكو أحياء بحرية، أسماك، حيتان، دلافين وغيرها من العالم البحار
إذا وقع عمنا هناك هم راح ينطون ضحايا. يعني وين ما يقع الصاروخ راح أكون ضحايا. ما شرط نقول البشرية الإنسانية، بينما حتى الحيوانية اللي إحنا كبشرية دا نستفاد من عدها، بس خلي تكون بالجماد ولا تكون بنفس حية، خلي تكون بالصحاري ولا تكون في أنفس حية إذا كان حيوان أو إنسان. فنصلي يمر هذا الصاروخ بخير وسلامة وينتهي أمره وينتهي كل المشاكل ونرجع حياتنا الطبيعية. آمين. أكيد راح أشوفني راح أقح هواية، ولو شربت هسع كوب حار. عندي هاي الحساسية الموسمية مأذيتني شوية، بس من رغم الأذية نقول ما يخالف نحضر وياكم ونصلي معاكم ونشارك أفكارنا مع بعضنا البعض. وأيضا أخوتي أخواتي، باسمي ككاهن إرسالية الكلدانية في المملكة المتحدة، نضم صوتنا مع الكنيسة الكلدانية برئاسة الباتريارك مال لويس رفايل ساكو من الهجمات اللي تتجيها من كافة الاتجاهات، ونضم صوتنا وكلتنا دعم لكنيستنا ورئاستها انه يبعد عنها هاي المشاحنات، هاي الاختلافات اللي تصير، يبعد عنها هاي الهجمات اللي تصير على كنيستنا وبصورة عامة على كنيسة المسيح، وبنلخص بالذكر على كنيستنا الخاصة كنيستنا الكلدانية. ونصلي من أجل رئاسة الكنيسة اللي موجودة اليوم تحت قيادة الباتريارك مال لويس رفايل الأول ساكو من هاي الاتهامات اللي وصلت إلى قداسته أو سيادته أو غبطته. نصلي يبعد عنا كل هذه، ونضم صوتنا مع ساقفتنا الأجلاء وكهنتنا وشعبنا المسيحي وين ما يكون. غدا يصادف عيد الأم في أمريكا، فأكيد باسمي وباسمكم كلكم نهني كل الأمهات ومام عيد مبارك والعمر الطويل إن شاء الله إلك وجميع الأمهات بشفاعة أمنا مريم العذراء، أن تحفظكم جميع أمهاتنا ويخلوكم تاج فوق راسنا وتقومون تربية صحيحة لأولادكم في مسيرة صحيحة وصادقة وإيمانية قوية. الله يحفظ جميع الأمهات، وعيد مبارك إلى جميع الأمهات. Happy Mother's Day. أيضا أهني أختي، أكيد بعد يومين عيد ميلادها تانية، همني باسمكم أهنيها تانية، أقول لها Happy Birthday إن شاء الله العمر الطويل. Whatever you dream become true. God bless you all and God bless you all of you and wish you the best birthday in your life. الله يحميكم، الله يحفظكم جميعا. نجي إلى موضوعنا اليوم. الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستان. سؤال: هل نعرف الفرق بين هاي الطوائف المسيحية؟ نقول مسيحية، أكو كلمة نستعملها سرايا ومشيحايا. سرايا الذين يتكلمون السورة، مشيحايا مسيحيين تقريبا almost رح يوصلون 2 billion مليارين تقريبا رح يوصلون المسيحيين، بينما سرايا فقط الذين يتكلمون لغة السورة. وللأسف هاي اللغة بألم شديد أيضا نقولها أنه شوية شوية تضيع في بلاد المهجر والاختراب، لأنه إذا يجي إلى دول أوروبية يتكلم يا لغة إنجليزية يا ألمانية يا فرنسية يا إسبانية وينسى السورة. وإذا يروح لأمريكا نفس الشيء، إذا يروح كندا نفس الشيء، إذا يروح أستراليا نفس الشيء. أتمنى تعلمون تثبتون على لغة الأم، لأن أي لغة، لغة البلد راح يتعلمها الطفل بكل سهولة من المدارس. بس احنا دا نضيع هاي اللغات، وللأسف أقولها أنه ما دا نتكلم احنا بعد وياهم، الأهل الآباء الأمهات الأخوة الكبار الخوات ما دا يتكلمون مع أولادهم لغة الأم. لهذا صارت لغتنا تقريبا تتندثر. يعني حتى أستغرب من بعض قرانا في شمال العراق
يستعملون اللغة العربية أكثر من لغة السورة. مع العلم القرية أو المكان اللي متواجدين به أكثريتهم 90% أو 99% يتكلمون سورة. كهنتنا الله يحفظهم يحميهم، صحيح اللي دا يتخرج خارج الأراضي العراقية، دا أقول خارج بلادنا، دا يقوم في إذا كان في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو أستراليا أو كندا، ولد هناك بهاي الدول أنه ذاهبين من زمان عايشين بهالمناطق، أنه تحولت تغيرت لغة مالتهم إلى لغة البلد، وصار السورة أو لغة طقسية ضاعت شوية شوية. نصلي أكيد من أجل الكل، نصلي من أجل آبانا الكهنة، ساقفتنا الأجلاء، غبطة أبينا الباطير، ونحافظ على كنيستنا. اليوم كنيستنا إذا نقول تتنجرح ما نزيد الجرح، شقد ما نحاول نلم الجرح نطيب الجرح، خلي نكون سامري صالح في كنيستنا، لا نشقق بيها. يسوع عملنا له قسمناه كثير، فهذا التقسيم ما يقوينا. شقد ما نتقسم شقد ما نضيع راح نضعف. وكنت أجيب مثل، أنا إذا أجيب خشبة صغيرة وحدها أقدر أكسرها، بس إذا أجيب 10 خشب مع بعض، 10 أغصان مع بعض بصعوبة أكسرها. فإحنا كنيستنا صايرة خشب كل وحدة مكان. لهذا السبب الهجمات اللي تتجيها من برا تتكون عنيفة على هذيك الكنيسة. فهل نعرف نحن اليوم كنائسنا طوائفنا اليوم دن نعرفها أم لا؟ يؤمن المسيحيون بأن كل معمث منتمي لكنيسة يسوع المسيح بغض النظر عن المذهب الذي ينادي به الطقس أو الذي يتبعه. الطوائف الأربعة الكبيرة التي تشكل 99% من المسيحيين هي الكنيسة الكاثوليكية، الأرثوذكسية الشرقية، الأرثوذكسية المشرقية، والكنائس البروتستانتية. إضافة إلى وجود كنيسة المشرق بفرعيها الآشورية والآشورية القديمة. لأنه حاليا احنا في العراق عندنا 3 بطاركة، باتريارك ماروفايل الأول ساكو، باتريارك الكنيسة الكلدانية، باتريارك جيورجس إصليوة، باتريارك كنيسة الآشورية، وباتريارك مر أدي باتريارك كنيسة الآشورية القديمة. فهل 3 بطاركة في العراق بس. ووجود طوائف صغيرة لا ثالوثية. لا ثالوثية يعني شنو؟ ما تؤمن بالثالوث، طلعت بكيفها، فتحت كنيسة بكيفها. فاليوم خلال النصف الثاني من القرن 20 نشطت حركة اسمها الحوار المسكوني. الحوار المسكوني بداية التسعينات، نقول بداية الثمانينات، بداية التسعينات، لتعزيز وحدة المسيحية، كان في 1982. صدر عن الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية والكنيسة الكاثوليكية الإعلان المشترك حول طبيعتي المسيح، والذي حل الخلاف التاريخي حول مجمع خلقدونية، وهو السبب الرئيسي في انشقاق هذه الكنائس. هنا أنا ما راح أتكلم عن المجامع، لأنه كل مجمع يراد المحاضرات، بس مقتطفات راح أعطيها، بعدين أنتوا تقدرون جوجلت تشوفون هاي المجامع إيش طلع قرارات من هذا، لأن أسعى كل شيء موجود بالجوجل. المسيحيون إجمالاً يجمعون نمطاً لا مركزياً في الإدارة، بحيث يكون لكل عدد من الرعاية أبرشية يرأسها أسقف أو راعي. مثلا احنا في اوروبا وجود الاسقف المحلي تابعين هسه احنا للندن، ولكن كطقس كلداني يوجد اسقف زائر رسولي، ماكو اسقف مباشر الى اوروبا، اكو زائر رسولي. لكن في امريكا اكو شرقية وغربية، امريكا الشرقية وامريكا الغربية،
ما أتكلم شمالية وجنوبية، أمريكا الشمالية وجنوب، لا لا. لأن أمريكا الخارطة مالتها هي بالعرض، فقسموها بالنص، صار الشرق وغرب، فأبرشية مارتوما في أقصى الشرق، وأبرشية مار بطرس في أقصى الغرب. فإذا أكو مطرانين يحكمون، بالأول كانت أبرشية واحدة كل أمريكا، كانت أبرشية واحدة اسمها مارتوما، بس هسا بسنة 2002 انقسمت، صارت أبرشية هنا وصارت أبرشية هنا، يرأسها راعي اللي هو أسقف هاي الأبرشية. أكو أسقف، أكو رئيس أساقفة. الدرجات الكهنوتية تكلمنا عنها في أسرار الكنيسة، هي شماس الإنجيلي والكاهن والأسقف، ماكو أعلى من هذول ثلاث درجات، شماس إنجيلي، كاهن، أسقف. فالأسقف أكو بين كاردينال بطرك، أكو كاردينال وبابا، فهذول ثلاثتهم قضايا إدارية، ما درجات أسقفية، درجات مقدسة، قضايا إدارية. فهنا أنا لكل أبرشية، لكل رعاية لها يرأسها أسقف أو راعي، ويشكل أساقفة البلد الواحد أو مقاطعة جغرافية الواحدة مجلس أو مؤتمر يرأسه رئيس الأساقفة، مثل ما نقول أرش دايسس أو الباتريارك اللي موجود هسا، باتريارتنا موجود في العراق. وتضيف الكنيسة الكاثوليكية رئاسة عالمية اللي هو بابا خليفة مار بطرس. أما باقي الكنائس فلا رئاسة عالمية فيها، أكو محلية بكل الأحوال. فأن رئاسة البابا في الكنيسة الكاثوليكية تعتبر بالشراكة مع سائر الأساقفة، معناته كلهم مشتركين في جسد واحد اللي هو المسيح، وتدعى كل أبرشية أو باتريركية وهي مستقلة في شؤونها الإدارية الداخلية، كنيسة محلية مستقلة. مجموع الكنائس المحلية هي ما يشكل الكنيسة، ونتيجة تنوع الأمم المسيحية، فغالبا ما يكون لكل أمة طقس خاص بها، لها مجموعة أناشيد، آداب مسيحية، لغة مستعملة في الصلاة أو الطقس، نوع معين في الموسيقى الكنسية. ليش لما نسمع موسيقى نقول هاي شرقية هاي غربية؟ نمط فن معماري للكنيسة. كنائس مالتنا بالأول كانت كنائس تبنى تسمى بكنيسة المشرق. لماذا تسمى كنيسة المشرق؟ لأنها كانت توجه إلى شروق الشمس. بس هسا البناء المعماري الحديث اللي ضيع، حتى ضيع هندسة الكنيسة، صرنا نوازي أو صرنا نجازي أو صرنا نمشي أمورنا حسب البناء الموجود الحالي، وقمنا نساير معانه. وأيضا طقس، أكو لكل كنيسة لها طقس، على سبيل المثال أكو طقس كلداني، طقس أرمني، طقس قبطي، طقس سرياني وغيرها من الطقوس، لكن هذه الطقوس لا تعني خلافات بين الطوائف، بل هي اختلافات وتنوعات ثمار من شجرة واحدة. مثلا نشوف شجرة واحدة أكو ثمرة واصلة ثمرة ما واصلة، أكو ثمرة طيبة ثمرة ما طيبة من نفس الشجرة. فهاي النقاط لازم نركز عليها شوية شوية. كثير منا إن لم يكن جميعنا سمع عن الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى، أرثوذكس، كاثوليك، بروتستان. ربما نعرف أن هناك بابا كاثوليك في الفاتيكان. وتعرفون هسا نشكر الله الميديا سهلت هواية أمور، الميديا سهلت هواية أمور، قمنا نعرف من هو البابا. أتذكر الله يرحمه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، بداية الثمانينات لو نص الثمانينات، صار سؤال دنا نتساءل بيناتنا كطلاب من هو البابا الحالي. كثير من الطلاب ما عرفونه، مسيحيين ما عرفونه، يقولون يوحنا الثالث والعشرين، بولس السادس وغيرهم، لأنه ميديا والسوشال ميديا والتلفزيون والسفرات البابا اللي صارت هسع بالفترات الأخيرة كثيرة عرفتنا من هو البابا.
فكثير من عندنا ما كانوا يعرفون اسم البابا اصلا. فهنا عندنا البابا الكاثوليك في الفاتيكان، واكو بابا الارثوذكس في الاسكندريه، وهم الاكثر شهره في مجتمعاتنا العربيه لانه نعيش في مجتمع عربي. اكو ايضا باتريارك بجورجيا بروسيا، فكل هذول حتى هذول راح شويه نتطرق عليهم بس هامشيا، بس احنا بدنا نتكلم اساس مالتنا هنا. لكن هل سالت نفسك يوما عن الفوارق الاساسيه بين هذه الطوائف؟ ما طبيعه الاختلافات؟ هل هي مشابهه للفوارق بين مثل نقول سنه وشيعه مثلا، ام هناك فوارق اخرى؟ نرجع الى بدايه تاريخ الانفصال. عام 451 ميلادية، 451 ميلادية كانت المسيحية متمايزة إلى كنيستين شرقية وغربية. راح أتطرق شرقية وغربية، أريد الجواب من عندكم شنو يعني كنيسة شرقية وشنو يعني غربية، شنو يقصد بهاي الشرقية والغربية، كتبوا لي تعليقات. فتختلف هاي النظرة كل منها تجاه بعض المسائل العقائدية المتعلقة بالمسيح والثالوث وغيرها. هاي وين؟ بداية 451. لكن في عام 451 ميلادية بهاي السنة اللي حدث كبير تسبب في انفصال واستقلال كل كنيسة على الأخرى، وإلى الأبد صار كأنه شق عالمي بسبب انعقاد مجمع خلقدونية المسكوني. صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ صوت واضح؟ لأنه سألت عن كنائس الشرقية والغربية، ماذا يقصد بالكنيسة الشرقية والغربية؟ صوتي واضح حتى نكمل وياكم. ماكو جواب، صوتي واضح؟ جيد واضح. فالمجمع المسكوني بشكل عام عبارة عن مؤتمر من الشخصيات الكنسية والخبراء اللاهوتيين. هذا المجمع يعقد لمناقشة وتسمية الأمور الخاصة بعقيدة وممارسة كنيسة ما. وتقوم هذه الشخصيات التي يجري إحضارها من جميع أنحاء العالم بالتصويت، بالتصويت، وهو ما يعني موافقة كامل الكنائس المسيحية على ما تراه إقراره. هذا لما يقررون شيء، لأنه كلهم ممثلين من كل الكنائس بكل العالم المعمورة المنتشرة يجتمعون يسمون مجمع مسكوني، لما يقرون لازم ينفذون هاي القرارات. وجرى عقد مجالس مسكونية سبعة الأولى المعترف بها من قبل كل من الفروع الشرقية والغربية للمسيحية الخلقدونية، مجمع خلقدونية بدعوات من أباطرة أم الرومانية الإمبراطورية الرومانية المسيحية، الذين فرضوا أيضا بعض القرارات داخل تلك المجالس عبر كنيسة الدولة الإمبراطورية الرومانية. مجمع خلقدونية هو مجمع أو هو مجلس الكنيسة الذي عقد في 8 أكتوبر تشرين الأول سنة 451 من 18 إلى 1/11/451 في خلقدون، وهي مدينة إغريقية قديمة في آسيا الوسطى على مضيق البسفور، وهي منطقة كادوكي في مدينة إسطنبول حاليا. هذا المجمع
تكون من المجلس الرابع المسكوني من قبل الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ومعظم البروتستانت، وكان أهم إنجاز له هو إصدار التعريف الخلقدوني. شنو هذا التعريف الخلقدوني؟ كنيسة الغربية تتبع التقويم الغربي وكنيسة الشرقية تتبع التقويم الشرقي. أكيد أكيد. شكرا نادين. هذا التعريف يقول أن المسيح معترف به في طبيعتين تأتيان معا في شخص واحد وأقنوم واحد، وكانت أحكام هذا المجلس وتعريفاته بشأن الإلهية نقطة تحول هامة في مناقشات المسيحية العلمية. هناك أقلية من المسيحيين لا يتفقون مع تعاليم هذا المجلس. إن التعريف الرسمي للطبيعتين في المسيح، شوفوا أهم عقيدة هي الخلاف على الطبيعتين. أيضا هاي مشكلة صارت ويا نستوريوس في بداية الكنيسة. نستوريوس، كيريلوس ويوحنا الأنطاكي وخليفة روما، لما أجوا واحد حرم الثاني وصارت مشاكل، وأكبر غلطة كانت أنه حرقوا كتب نستوريوس. ما عرفنا أفكار نستوريوس شنية كانت، حرقوها. لهذا حرم كيريلوس حرم نستوريوس، نستوريوس حرم كيريلوس، وروما حرمتهم اثنيناتهم، وصارت خلافات وبقتها تروحون على المجامع. فإذا أهم نقطة هي هاي طبيعتها في المسيح، كان مفهوم من قبل منتقدي المجلس في ذلك الوقت، يفهمه العديد من المؤرخين واللاهوتيين اليوم إلى جانب المسيحيين الغربيين الأنطاكيين وغيرهم ممن لا يعتقد في هذه الطبيعتين، الذين يؤمنون أن المسيح واحد صحيح في طبيعتين بشرية وإلهية، لكن هو إنسان واحد وإله واحد. نتيجة لهذه التعريفات والمناقشات حدث الانشقاق الكبير في الكنيسة بين الشرقية والغربية، وتجمعت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية وعرفت بالكنائس الأرثوذكسية، فيما توحدت كنائس الغرب تحت قيادة كنيسة الرومانية اللي هي سميها كنيسة الفاتيكان الحالية، وسميت في الكنائس بالكنائس الكاثوليكية الرومانية. لكن القرن الحادي عشر انفصلت أيضا كنائس من كل قسطنطينية والكنيسة اليونانية والكنيسة اللاتينية، وأصبحت هي أيضا ضمن كنائس أرثوذكسية. قسم، ما أقول كل، قسم بالقرن الـ11 مدى نتكلم هسا، أكو طبيعة إلهية طبيعة إنسانية في المسيح، اللاهوت والناسوت. نوضح هذا ما حدث في مجمع خلقدونية وطبيعة الخلاف الذي نشب علينا معرفة مصطلحين هامين، اللاهوت والناسوت. اللاهوت شنو معناته؟ كل ما يتعلق ويخص بالذات الإلهية، يعني يتكلم عن الله، أي كل ما يرتبط بالله الإله، اللاهوت. الناسوت وهي تعني كل ما يخص الإنسان. وفكرة إيمان المسيحيين بلاهوت المسيح وناسوته تعني المسيح هو إله كامل وإنسان كامل، وأن لاهوته لا يفارق ناسوته لحظة واحدة، معناته مو إنسانين، ما نقدر نفصل اللاهوت عن الناسوت، هو يسوع واحد. مو هي ملابس أغيرها ألبس غير ملابس، لا لا لا، هو طبيعته. أكو هم أنا هنا أنا ذكرتوني بكلمة أخرى نقولها مع كل الاحترام للأشخاص الجالسين معايا والغير جالسين واللي تسمعوها من كثير من الناس، مع كل الاحترام والتقدير، لما نتكلم على شخص مكرس إذا كان كاهن أو أسقف أو شماس، نقول حاشا الدرجة مالته. أنا أتكلم علي مثلا أبونا أندراوس، يجي شخص ما يحبني ويريد يتكلم علي، ما أجيب غير اسم خلي أتحمل أنا، لأنه إذا جبت غير اسم تصير لي مشاكل بهاي الأسماء. أنا أتكلم على نفسي،
إذا شخص يتكلم علي بالسوء ويجي يقول لي حش الدرجة مالتك، أنت كذا كذا كذا، يا أخي أنت ما تقدر تفصل الدرجة عني. أهم نقطة، ما تقدر تفصل الدرجة عني، لأنه صرنا طبيعة واحدة، مثل ما يقولون الدرجة هي مرتبطة بهذا الشخص وما تنزع منه، لأنه كهنوت أبدي، كهنوت ما يفصل من الشخص. عرفتوا هاي النقطة؟ ما نقول حاشا الدرجة مالته، لا صحيح أنا أشكر، تقولون تحترمون الدرجة المقدسة، بس إذا أنا شخص ما احترم هاي الدرجة المقدسة فأجازي عليها. هاي النقطة ما نقدر نفصلها، لأنه هي وحدة. مثل تجيب غلاس مي خلي بينه شكر، تقدر تفصل الشكر أو الملح من المي، صار واحد. فنفس الشيء الدرجة الكهنوتية وحتى سر الإعماث وحتى سر الميرون بالشخص ما نقدر نفصلهم ولا يعادون، ذكرناها بالأسرار. هنا أنا ما أريد أطول عليه، الكنائس الشرقية رفضت اصطلاح هاي الطبيعتين، هو المصطلح الذي كان يوازي عدم لفظهم شخصين. قسم يقولون شخصين، احنا نقول طبيعتين، فما نقدر نقول شخصين، شخص إلهي وشخص إنساني، نقول طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية. وفضلت هذه الكنائس وصف المسيح بعبارة أخرى، طبيعة واحدة. زين يا طبيعة رح ناخذ، إلهية أو إنسانية؟ مثل ما قال البابا كيريلوس، طبيعة واحدة لله الواحد الكلمة المتجسدة. أكو توضيح للكلمة المتجسدة، بمعنى آخر فإن الكنائس الغربية أقرت الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية وأنهما اتحدتا لاحقا، بينما الكنائس الشرقية تقولان هناك طبيعتين لم يفارقا من الأساس لحظة واحدة وأنهما متحدتان في طبيعة واحدة. مثل ما قلنا ما نقدر نفصلها، وإنما هي طبيعة واحدة. نجي انفصال البروتستانتية في القرن السادس عشر 16 تحديدا 1529، قام مارتن لوثر بثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية، أطلق عليها ثورة الإصلاح. مارتن لوثر هو راهب ألماني وأستاذ لاهوتي كبير، يعتبر مطلق عصر الإصلاح في أوروبا، وذلك في عقاب اعتراضه على ما يعرف بصكوك الغفرانات. تكلمنا عنها صكوك الغفرانات. صكوك الغفرانات انه قد ما تعطي للكنيسة هكذا ربنا يغفر لك، وكان حقه مارتن لوثر يرفض هاي الكلام، وهسه الكنيسة ترفض هذا الكلام ما تخلينه. فهنا أنا تكلمنا عن صكوك الغفرانات وعن الغفران الكامل، تراجعون المحاضرة في صفحة الكنيسة مالتنا. نشر لوثر رسالته الشهيرة المكونة من 95 نقطة، والتي تتعلق بما يسمى لاهوت التحرير. مشكلة التحرير، نريد نحرر كأنه لاهوت جديد يصير، وهو فرع من اللاهوت المسيحي الذي يناقش غفران الخطايا ونيل الخلاص، والمقصود بالتحرر هو التبرئة من الخطيئة. وسلطة البابا المتعلقة بالتحرير من الخطايا على مر الزمن. لوثر أبرز فكر أساس هي المتعلقة بأن الحصول على الخلاص أو غفران الخطايا، تفكير لوثر هو هدية مجانية ونعمة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح مخلصا. فإذا هو هدية، الغفران هو هدية من الله ونعمة من الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح المخلص. بالتالي أخوتي، ليس من شروط نيل الغفران القيام بأي عمل تكفيري صالح. شنو معناتها؟ معناتها الكنيسة الكاثوليكية لما تيجي تقول لك تصلي مثلا مسبحة الوردية حتى ربنا يغفر لك، أو تصلي مرة أبانا أو مرة السلام، أو تسوي صدقات
او تسوي عمل خير او حتى ان يغفر لك. هنا مارتن لوثر ده يرفضها ما يقبلها. والامر الثاني المهم كان متعلق برفض السلطه التعليميه في الكنيسه الكاثوليكيه والتي تجعل البابا هو صاحب القول النهائي الفاصل. طبعا اذا احنا ككنيسه كاثوليكيه البابا هو رئيس الكنيسه الاعلى الكاثوليكيه. فيما يتعلق في تفسير الكتاب المقدس اذ اعتبر لوثر ان كل مسيحي له الحق في تفسيره. له الحق في تفسيره كل مسيحي. كثير نقطة مهمة. كل مسيحي له الحق. أنا برأيي اليوم أقول كل مسيحي له الحق في تفسيره في نظرته الخاصة. بس ما يعارض القوانين الكنسية أو الكتاب المقدس. تقرأ الكتاب المقدس مو تفسره على مزاجك أو على مصالحك الشخصية. حتى مثل ما أقولها بالعامية لا تسوي فتوى. وإحنا ما شاء الله شقد شطار ونطلع الفتاوي. شقد شطار بالفتاوي. عرض لوثر سلطة الكهنوت الخاصة باعتبار أن جميع المسيحيين يتمتعون بدرجة الكهنوت المقدسة. كما سمح لوثر للقسيسين بالزواج. حسب تفكير أو تعليم لوثر. أطلق على أتباع لوثر اسم المحتجين ومنها جاءت كلمة بروتستانت. بينما الكنيسة الأرثوذكسية هي كلمة يونانية تعني الإيمان المستقيم أو الحق المستقيم أو الرأي الحق المستقيم، وهي تسمية التي بدأت في القرن الرابع عشر. والكاثوليكية تعني هي كلمة يونانية تعني عالميا أو جامعيا، وذلك لأنها جمعت كل الكنائس الغربية وظهرت هذه التسمية في القرن الحادي عشر. التكوين والسلطة. الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف إلا بشرعية المجامع المسكونية الثلاثة الأولى. هنا أخوتي مثل ما قلت شميران يوخنا النساء لهم الحق في درجة الكهنوت عند البروتستانت والإنجليكان. نعم شكرا جزيلا شميران. الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف إلا بشرعية المجامع المسكونية الثلاثة. مثل ما قلت ماذا تطرق على المجامع لأن كل مجمع يراد المحاضرات. شنو هاي المجامع المسكونية الثلاثة؟ نيقيا، قسطنطينية، أفسس. شوفوا خلقدونية ما ذكرته، فذكرت نيقيا، قسطنطينية، أفسس. تشكل الأرثوذكسية الشرقية من مجموعة من الكنائس المستقلة هي دائمة التنسيق فيما بينها. تتكوين هذه الكنيسة من الكنائس، تتكون هذه الكنيسة من عدة كنائس منها القبطية، أثيوبية، أرمنية، سريانية، أريتيرية. وأيضا تعتبر الكنيسة الأثيوبية أكبر الكنائس الأرثوذكسية المشرقية، وتأتي في المرتبة الثانية لأكبر الكنائس المسيحية الشرقية. وأيضا في حين تعتبر الكنيسة الروسية الأرثوذكسية أكبر الكنائس المسيحية الشرقية. تأتي في مقدمة تلك الكنائس القبطية الأرثوذكسية والتي لعب رجالها الدور الأبرز في تحديد الخطوط العريضة لعقيدة هذه الكنائس. وتعد كنيسة الأقباط الأرثوذكس مقرها مصر أهم الكنائس القبطية، ويتبع لها كل من الكنائس اللي هي في بريطانيا الأرثوذكسية والكنيسة الفرنسية والأرثوذكسية. ولكل كنيسة من هذه الكنائس رئاستها الخاصة بها والتي تتمثل في الباتريارك أو رئيس أساقفة إلى جانب الأساقفة المحليين. لكن الكنيسة الكاثوليكية أو الرومانية الكاثوليكية هي أكبر الكنائس المسيحية والتي يرأسها الحبر الأعظم باب روما. بحسب تقليدها الكنسي التقليد مالتنا يقول هو يمثل خليفة مار بطرس اللي هو تلميذ يسوع، اللي احنا حسب الكتاب المقدس اللي نقرانه واللي نعرفه أكثريتنا أتمنى يقرونه ويعرفونه، أنه لما قال لبطرس أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي ولك أسلم مفاتيح الملكوت، كل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء وكل ما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء. فهاي هنا الكنائس
الخليفة مار بطرس سلمها إلى الخلافة ما بعده اللي هو بابا روما. تتبعها في الشرق الكنائس عديدة في شراكة كاملة مع كنيسة روما، تعرف بالكنائس الكاثوليكية الشرقية. بالتالي فيمكننا القول أن الكنيسة الكاثوليكية تتكون من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الفاتيكان، بإضافة إلى 22 كنيسة متحدة معها هي الكنائس الكاثوليكية الشرقية. على مر القرون طورت الكنيسة الكاثوليكية منظومة لاهوتية معقدة، وثبتت بنية إدارية فريدة تحكمها البابوية التي تعد أقدم ملكية مطلقة مستمرة في العالم. رئيسها الحالي مثل ما نعرف، يمكن هسه إذا أقول من هو البابا الحالي، أكيد السوشيال ميديا والتلفزيون والإعلام هو شخصية هذا البابا. عرفنا عن نفسه كثير بحيث الصغير والكبير كان يعرفه، المسيحي والمسلم والشيعي والبوذي والهندوسي قام يعرفون من هو بابا الكاثوليك اللي هو بابا فرانسيس. الكنائس البروتستانتية تمثل مجموعة من كنائس مستقلة، يوجد أكثر من هيئة تنسيق بين مجموعات مختلفة بين هذه الكنائس. بالنسبة لسلطة هذا النوع من الكنائس هنا عبارة عن وحدات مستقلة يشرف عليها قسيسون مختلفون حول العالم. القسيس في اللغة العربية يعني المعلم أو المربي. تعتبر الكنيسة الإنجليكانية في بعض الأحيان كنيسة مستقلة من كنيسة البروتستانتية، مثل ما ذكر شميرا الكنائس الإنجيلية لا تؤمن بالأسرار. صحيح، شكرا جزيلا، أكيد ما يؤمنون بالأسرار. نجي إلى شوية أمور راح تتعقد شوية شوية، وراح نعرف هاي الخلافات على شنو قائمة. عندنا الإله والعذراء والقديسون. كنيستنا تؤمن أن كل من طبيعة المسيح اللاهوتية والإنسانية متحدتان معا في طبيعة واحدة في شخص واحد. واتباع الكنيسة الكاثوليكية، أتباع الكنيسة الكاثوليكية يؤمنون أن المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، أكيد، وأن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا طرف عين، مثل ما قلنا ماكو فصل. لذلك لا نتكلم مطلقا عن طبيعتين بعد الاتحاد، مثل ما تقول بالكنيستان الأرثوذكسية والبروتستانتية أيضا يعترفون بهذا الشيء. تؤمن الكنائس الثلاثة الكاثوليك أرثوذكس بروتستان بالثالوث الأقدس، هنا ذكرنا لا يؤمنون بالأسرار. الثالوث في اللاهوت المسيحي هو معتقد ديني، يعني أن الله واحد مكون في ثلاثة أقانيم، آب ابن روح القدس، أو ثلاث حالات في نفس الجوهر المتساوي. العلاقة بين الثالوث متكاملة، ماكو آب أعلى من ابن والابن أعلى من الآب والروح القدس أعلى من الآب والروح القدس أعلى من الابن و فقد أرسل الآب الابن إلى العالم وحدث ذلك بواسطة الروح القدس بحسب اللاهوت مالتنا المسيحي. لكن في الوقت الذي يعتقد البروتستان والكاثوليك بانبثاق الروح القدس، هنا نقطة انتبهوا، انبثاق الروح القدس نقولها في قانون الإيمان، المنبثق من الآب والابن، من الآب والابن. إلا أن هذه العقيدة أو هذا الكلام يناقض أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، يؤمنون فقط بانبثاق الروح القدس فقط من الآب وحده ما الابن. زين، إذا نرجع شوية الكلام اللي قلناه قبل شوي، إذا انقلنا الكنائس ثلاثتهم يؤمنون بالثالوث وماكو تفاوت بين الآب والابن والروح القدس، الكل متساوي. إذا نقول انبثاق الروح القدس من الآب والابن ككنيسة الكاثوليكية، لكن الأرثوذكسية تقول الانبثاق فقط من الآب، شو أكو تساوي لعد بهاي النقطة؟ راح نعارض نفسنا بهاي الحالة. في المسيحية أيضا مثل ما ذكروا بالتعليقات مالتكم يوجد أسرار كنيسة سبعة. مجموعة هاي الأسرار هي مجموعة من الطقوس، والهدف والغاية من هذه الطقوس هو الحصول على نعمة سرية غير منظورة
بواسطة مادة منظورة، مثل ما تكلمنا في الأسرار مثلا. السر هو سر العماد المقدس الغير منظور، ولكن المنظور هو الماء والزيوت اللي تستعمل. هذا الشيء، هذا السر، لأن أكو سر عماد، أكو شيء منظور ملموس هو الماء والأدهان أو الدهون الزيوت المستعملة في سر العماد. مادة أكو، فإذا أكو سر أكو مادة. ذلك يحدث بفعل الروح القدس لما يصلي الكاهن: ليأتي يا رب روحك القدس ويحل على، يقول على هذه الأسرار أو هذا الجرن أو حسب الطقس في المناسبة المستعملة. روح القدس الذي حل بمواهبه على التلاميذ الرسل المسيح، وبحسب ما أسسه المسيح نفسه وسلمه للرسل، وهم بدورهم سلموا للكهنة أساقفة والكهنة. ذلك وكله وفق هاي التقليد أو الكتاب المقدس اللي نشوفه. مثلا هنا سر المعمودية استخدم الماء كمادة منظورية للمعمودية بهدف الحصول على نعمة غير منظورة هو الميلاد الثاني. هذا السر، تشمل هذه الأسرار كل من سر المعمودية وزيت الميرون والقربان المقدس وسر التوبة والزواج والكهنوت وسر مسحة المرضى. هاي سبع أسرار الموجودة في الكنيسة الكاثوليكية. تتفق كنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في قبولهما بالأسرار الكنيسة السبعة، وذلك عكس الكنائس البروتستانتية مثل ما ذكرته هنا أنه ما يعترفون بالأسرار السبعة، وذلك على عكس الكنائس البروتستانتية ما تؤمن بها، وأن وجد عندهم طقس مشابه فأنهم لا يطلقون عليه سر. على سبيل المثال انتبهوا، الزواج عند البروتستان يمثل رباط بين شخصين وليس سرا كنسيا، رباط عقد. أكو فرق بين عقد، أكو فرق بين عهد. أكو عقد نسميه contract، وعهد promise أو covenant. هذا العهد هو عهد الله مع شعبه، هذا الرباط الزواج مثل رباط الله مع الشعب. ما هو عقد contract؟ إنه واحد من الطرفين يخالف يصير شنو الشروط بالعقد، هذا يمشي. فالبروتستانت يعتبرونه عقد، كما توجد عندهم معمودية لكنهم يطلقون عليها فريضة العماد، ما سر العماد، فريضة العماد. كنيسة الكاثوليكية، كنيستنا تؤمن بشفاعة مريم العذراء، وهي بالنسبة لنا أم الإله. يا والدة الله صلي لأجلنا، يا والدة الإله اللي حملت الكلمة في أحشائها. كما نؤمن، الكنيسة الكاثوليكية تؤمن أيضا بالقديسين وشفاعتهم، وتقوم بتعيين قديسين بشكل مستمر، نعين أعيادهم همنا. الكنيسة الأرثوذكسية تتماثل مع الكاثوليكية في هذه الأسس، إلا أن منح القداسة عندهم صعب جدا. من ناحية الأخرى لا تؤمن الكنائس البروتستانتية بشفاعة مريم العذراء أو بشفاعة القديسين. ذكرتوها هنا أنا قسم منكم التعليقات مالتكم، شكرا جزيلا. بل أن معظم الطوائف تشكك في عقيدة البتولية الدائمة لمريم، تكلمنا عنها السنة الماضية في مثل هذا الشهر المريمي عن مريم العذراء، يشكون في بتولية مريم العذراء. فعندنا عقيدة الحبل بلا دنس، عقيدة الانتقال بالنفس والجسد، هاي عقائد كاثوليكية بروتستانت ما تعترف بها. ليس الهدف من ذكر نقاط الخلاف هو التركيز على ما يهدم وليس ما يبني. هنا بكل الاحترام والتقدير لكل الكنائس دن نتكلم حتى يكون لنا معرفة وعي بكنائسنا، لأنه لما يرجي شماس
ارتسم على مذابح الكنيسة الكلدانية مثلا. ارتسم على مذبح الكنيسة الكلدانية، عليه أن يقوم ويخدم كنيسته بالدرجة الأولى. يطلع الكلام الدارج يقول يلا مو هي كلها كنائس يسوع كلها كنائس المسيح. عزيزي أنت كطقس كلداني، أنت كطقس كلداني تخدم كنيستك الكلدانية بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. إذا صار مناسبة أو احتفال أو أي مناسبة في كنائسنا الشقيقة نقدر نشارك، ما نمنع من هاي الشيء، بس مو تفضل كنائس الأخرى على كنيستك. ليش أنا أشوفها وأقولها بالعبارة الصريحة الواضحة؟ للأسف الشديد هذا اللي دنشوفه. من عندنا يرحون يقولون ماكو فرق، بس من عندهم لما يجون يشوفوها اكو فرق. ليش هذا الشيء؟ ليش انت تتنازل عن ايمانك او عن كنيستك؟ هل عندك مصلحة مع هاي الكنيسة الاخرى؟ هل تستفاد من عندها؟ اقولها للأسف الشديد، ويوجد هالاشخاص عندنا مع الأسف. ما اشخص ولا واحد، بس كل واحد يعرف نفسه. أنا لما ارتسمت ككنيسة كلدانية كاهن في الكنيسة الكلدانية، إيه بس أشارك بالمناسبات كنيسة الآشورية، كنيسة الأرثوذكسية، إذا أكو قبطية أشارك، عندي أصدقاء أقباط أرثوذكس سريان كاثوليك أرثوذكس آثوريين عندي، ونشارك في مناسباتهم، نشارك في احتفالاتهم أسرارهم نشارك، بس كنيستي هي بالدرجة الأولى. وللأسف الشديد أعيدها مرة أخرى، أنت شنو طقسك؟ حافظ على طقسك وأخدم كنيستك بالدرجة الأولى. لا تعوف كنيستك بحجة نقول كلها كنائس المسيح، صحيح، بس أنت خادم بكنيستك، ركز على كنيستك. ورسالتي هاي موجهة لأشخاص يعرفون نفسهم، فرجاء فكروا في كنائسكم، لا تشققوها وتبعثرون بيها تروحون تتكلمون عليها. غلط، ما أسمح لأي شخص يتكلم على كنيستنا، ومنه ما يكون كنيستنا خدام بيها وإحنا أولاد الكنيسة. الهدف هو أن نتدارس، نتباحث معا، ندرس هاي الكنائس، نتباحث بيها في أمور لاهوتية عقائدية، ما نهدم، لا نبني واحد الآخر. كثير أشخاص يسألوني شنو قصة الكنيسة الأرثوذكسية وليش كنيسة بروتستانتية وليش آثورية وليش آثورية قديمة وليش؟ أقولهم يا أخي تفوت على الحديقة إذا شفت ورد كله أحمر راح تضوج، بينما لو شوف أحمر أبيض أصفر هاي هي زينة الكنيسة، هاي هي زينة الكنيسة، بس أحافظ على كنيستي بالدرجة الأولى. من جانب الآخر، من الواضح تاريخيا أرثوذكس والكاثوليك هم أوائل الطوائف المسيحية، وهم على الرغم من نقاط الاختلاف الأقرب بين الطوائف المسيحية أجمع. مثلا كنيسة الكاثوليكية في مصر، كنيسة كاثوليكية في مصر على الرغم من تبعيتها لبابا فاتيكان الروما، إلا أن بعضهم اتبع وديتبعون التقاليد القبطية الأرثوذكسية في بعض الأمور، في بعض الأمور. فالخلافات الطقسية انظهر أنها اختفت حاليا، فهذا بسبب سماح المجمع الفاتيكاني الثاني بإمكانية المجمع الفاتيكاني الثاني اللي دا يقول بإمكانية تبعية الكنائس الشرقية لتقص كنائس المحيطة بها، لكن هذا لا يقطع عنهم الانحرافات العقائدية، حيث أن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية نفسها هي هذه، والتقاليد لا تحل محل العقائد الرسمية. عندك عقيدة بس تقليد واحد، تقليد مشي تقليد، بس عندك عقيدة ثابتة. فكل واحد هو ثابت في كنيسته،
الإنسان اللي يكون أساسه قوي، المبني البيت على صخر، ما يهمه العواصف والتقاليد والأمطار، ما يهمه. ليش؟ لأن مبني على أساس صخر. بس هذا المبني على خيس راح يكون سقوطه كلش قوي. لا يتم الاعتداد بها كبديل لما يقوله مركز الكنيسة الكاثوليكي نفسه. أوضحت البروتستانتية ردة فعل للتطرف الكاثوليكي حينها، لكن للأسف قابلوا التطرف بتطرف أسوأ وأبعد. يجون أشخاص يقولون بوتشي إيه هسا عرفنا الإنجيل، إحنا لما ندروح على الكنائس الإنجيلية والبروتستانتية هناك يشرحون الإنجيل هواية. أم سوري أقول أنت عندك فائدة من هالكنائس تتروح عنها، يا أما فائدة مادية يا عندك مصلحة بيها، يا أما ليش ما تقرأ الإنجيل لما كنت في بيتك في الكنيسة الكاثوليكية؟ هسا بديت تقرأ الإنجيل؟ فقاليها الناس إلي كثير، وأنا ما ضد الكنائس الأخرى، لا، أحنا دا أقول الإنسان المؤمن حافظ على كنيستك بالدرجة الأولى، لا تكسر بكنيستك. ودا نتكلم للبناء مو للهدم. الكاثوليك احنا ككاثوليك نؤمن ان الروح القدس منبثق من الاب والابن مثل ما ذكرناها. الارثوذكس تؤمن الانبثاق الروح القدس من الاب وحده، يقولون هذا الانبثاق من الاب والابن اجت اضافه في مجمع نيقيا وتاريخيه في مجمع النيقاوي أو الإيمان النيقاوي اللي صار في مجمع نيقيا أضافوها الإبن. مريم العذراء حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية. تكلمنا عن عقيدة الحبل بلا دنس. بهذا الاعتقاد حسب اللي يفكرون علينا ككاثوليك أنه سلبت السيدة العذراء المخلوقة بالسيد المسيح، هو الله الخالق الذي وحده فقط حبل بلا دنس الخطيئة الأصلية. يسوع حبل من الروح القدس، وهذا محال حسب تفسير الذي يقولونه، هذا محال أن يساوى المخلوق بالخالق. لذلك الأرثوذكس يؤمن بأن مريم العذراء ولدت كأي إنسان آخر ومثل الأنبياء والقديسين، ولا ما كانت الحاجة للفداء إن كان بعض البشر بإمكانهم الخلاص بدون المسيح. هنا نقطة أساسية أنه نقول مريم العذراء حبلت بلا دنس أو بلا خطيئة أصلية من والديها حنة ويوياقين. زين، الكلمة الإلهية أو كلمة الله التي حلت في أحشاء مريم العذراء، هل يا ترى، سؤال، هل يا ترى أنه الكلمة الإلهية النقية الصافية الكلية القداسة الأقنوم الثاني يحل في أحشاء خطيئة أصلية؟ هذا هو السؤال اللي راح نطرحه. إذا نقول مريم اختيرت لتكون أم الله، أم يسوع المسيح، لكي تحبل بقوة الروح القدس الكلمة الإلهية، هل يا ترى أحشاء مريم تكون خطيئة أصلية يولد فيها؟ غير من المعقول، لأن الكلمة الإلهية تريد إناء نقي طاهر صافي نظيف. لهذا الإيمان الكاثوليكي أثبت عقيدة الحبل بلا دنس ولادة مريم العذراء، بينما الأرثوذكس يرفضون هاي الفكرة. انتبهتوا على هاي النقطة. المطهر، عندنا المطهر، الإيماننا الكاثوليكي أن الإنسان بعد موته يقضي فترة من العذاب في المطهر ثم بعد ذلك ينتقل إلى النعيم الأبدي، لكن الطائفة أو الكنيسة الأرثوذكسية لا يؤمنون بالمطهر. هذه العقيدة ضد الإيمان حسب تعليمهم، ضد عمل المسيح في الفداء، لأنه لا توجد مغفرة إلا بدم المسيح. تكلمنا عنها في القيامة عن نزول يسوع، هل نزل للجحيم أو إلى الهاوية أو إلى المطهر، تكلمنا عنها.
فعندنا المطهر هي حالة قبل الدخول إلى الملكوت أو إلى الفردوس السماوي، أكو حالة ينقى فيها، يطهر فيها هذا الشخص ثم ينتقل. لكن كل شيء بعمل وإرادة يسوع المسيح بكلمته. ماذا قال للص اليمين؟ اليوم تكون معي في الفردوس. كأنه أنا برأيي شخصي كأنه لص اليمين لما كان على الصليب وآمن بيسوع المسيح صار مطهر مالته. هاي النقطة كثير مهمة. هنا نقطة أخرى، نؤمن بالغفرانات، غفران الخطيئة. أي البابا الحالي فرانسيس أعطى غفران كامل، أعطى غفران كامل في بداية جائحة كورونا لما اتعزلت كل الكنائس وماكو كنائس بعد، إصابات وحالات موت وإصابات كثير قوية. لما صارت هاي الشغلة وناس احتاجت أن تطلب سر الاعتراف والتوبة، ما كان إلها مجال حتى تروح تعترف. فأصدر البابا، نؤمن بالغفرانات، أصدر البابا الغفران الكامل. هذا الغفران الكامل أنه حل الخطايا مثل ما كان موجود عندنا في كنائسنا، ويمكن هسا قسم الكهنة يستعملوها في الأعياد، في الأعياد الحلة الجماعية تقريبا أقولها مشابهة. إذا يكون كاهن وحده فما عنده هالوقت يعرف الناس ودا يسوي قداديس هو وحده، فشي يسوي؟ يطلب من المطران المحلي أو الباطير يسمح له أن ينطي الحلة الجماعية. بس انتبهوا، الحلة الجماعية ما تحل كل خطاياك، ما تحل كل خطاياك. الحلة الجماعية إذا أنت حاضر في القداس تسمح لك تتناول جسد ودم ربنا يسوع المسيح، لكن في أقرب فرصة عليك الاعتراف بخطاياك. لا تتصورون انه الحلة الجماعية غفرت خطاياك كاملة. هنا حتى تأهلك تأهيل تروح تتناول، بس انه هاي المناولة حتى تكمل لازم تروح تعترف كاعتراف كامل. فالأساقفة يعطوا غفرانا لمدة معينة نتيجة لعمل معين خاص أو منح هذه الغفرانات القانون بناء على قرارات سابقة بعض البابوات. هاي يستعملوها رئاسة الكنيسة الكاثوليكية بطرس الرسول للكنيسة ولزملائه الرسل، يعتبر خليفة المسيح مار بطرس، لأن بطرس هو مؤسس كنيسة روما. رغم أنه كان يخدم مع بولس الرسول في روما التي أسسها، وبابا روما هو خليفة بطرس الرسول، لذلك بابا روما هو خليفة المسيح. على الأرض هو الرئيس المنظور للكنيسة الجامعة الرسولية، وأيضا احنا ككنيسة كاثوليكية نؤمن بعصمة البابا من الخطأ، نقول معصوم من الخطأ البابا وهو أثناء إلقائه بيانا وهو على كرسي الكاتدرائية ليكون مقودا بقيادة الروح القدس. كثير نقول هاي الكلام، هاي عقيدة ثابتة أنه البابا معصوم من الخطأ. هاي اعتراف ككنيسة مالتنا نعترف بيها. هنا هاي النقاط هسا انتبهوا عليها، لانه دا انطي نقاط هسا على الموضوع تقريبا رح نوصل على نهايته. دا انطي نقاط الاختلاف بين الكاثوليك الارثوذكس والبروتستان اذا يدخلون شويه. في الكنيسه الكاثوليكيه يجوز الزواج بين الكاثوليكي وغير مسيحي. احيانا يسمحون لرجل الدين غير المسيحي بالاشتراك في شعائر هذا الزواج،
ويجوز أيضا الزواج الكاثوليكي وبين غير من المسيحيين. مو ثابتة هاي العقيدة، يعني حسب الوضعية أو حسب التصرف يسمح وما يسمح. مثلا إذا صبي البنت أو ولد، الولد بنت كاثوليك ولد صبي، بس للأسف تصير غير زواجات وهاي غير محبدة، وهاي مو بالكنيسة الكاثوليكية ما يمارسها، بس يشترك الكاهن، وأنا شخصيا ما أحب هيك اشتراكات لأنه ما أعطي بإيماني ككاثوليكي. فإذا سمحت الكنيسة يتوقف على الكاهن المسؤول يحب يشارك أو ما يشارك. بس أكو عندنا زواجات غير شكل تصير، وللأسف لا يعتقد الكاثوليك بإمكانية الطلاق حتى إلى علة الزنا. هاي بالأول حسب الكتاب المقدس لا يعطى ورقة الطلاق إلا لعلة الزنا. بس هسا أكو محاكم كنسية كاثوليكية تحكم بالقرار الصائب بعلاقة الزوجية. زين، هنا إذا الرجل والمرأة إذا دوم خلاف ومشاكل، ماكو زنا بس أكو خلاف ومشاكل، أكو ضرب، أكو عدم الاهتمام بالمرأة أو عدم اهتمام بالرجل، حياة زوجية فاشلة، حياة زوجية مبنية على شروط وما تحققت هاي الشروط، ماكو زنا، كنيسة تبطلها. ينتج عنها انتشار الزواج المدني. هذا نشوف الزواج المدني في الغرب وللأسف الشديد. عندنا الصور بالشرق بدأت تدخل بالسر، وهو من زيجات يصعب الإفلات منها في حالة الخيانة الزوجية. وهذا أيضا أمر واضح في الكتاب المقدس، تقرونه صراحة في إنجيل متى فصل الخامس آية 31-32. لا يسمح الكاثوليك اللاتين، هنا بدنا نتكلم إن جنرال بصورة عامة، لا يسمح الكاثوليك بزواج الكهنة، بينما احنا عندنا شرع خاص في الكنيسة الكلدانية انه هو شماس يقدر يتزوج، بس هنا يسمح الكهنة قبل رسامتهم فقط. اذا توفيت امرأته بعد رسامته فلا يجوز له الزواج بامرأة ثانية، لكن الرهبان ممنوع عليهم الزواج لا قبل ولا بعد رسامتهم. هنا الشرع الخاص الكنيسة الشرقية مالتنا، عندنا الكلدانية آشورية، آشورية قديمة، كان عندنا شمامسة ويرسمون هم متزوجين ويرسمون يصيرون كهنة، بس أول ما تموت زوجته ما له حق يتزوج وحدة ثانية. في اللاتين كنيسة الكاثوليكية ده نتكلم بصورة عامة، يأجلون مسحة المرضى، مسحة الميرون للأطفال، يسوون سر الإعماث، لكن الميرون يعطونه بسن 8 أو 12. بينما الأرثوذكس ما يأخرون هذا السر. احنا أيضا في شرعنا الخاص الكلداني أنه الكنيسة بالأول تعطي سر الإعماث، مباشرة تعطي سر الميرون هو طفل. كنيسة الشرقية الآثورية تعطي أيضا سر القربان المقدس. هذا كان موجود عندنا أيضا سر القربان المقدس، بس هذا الطفل لما دا يتناول هذا الخبز الجسد ودم ربنا يسوع المسيح أو يعطونه خمر، الطفل ما يتقبله يمكن يذبه، فشافته الكنيسة حرام هذا الشيء، فما قاموا يعطون سر القربان المقدس وللطفل، بس يعطونه العماث والميرون ككنيسة شرقية من كنيسة المشرق. بينما بصورة عامة اللاتين يعمدون إلى سن 8 أو 12 ينطون سر الميرون. عدم مناولة أطفال وأجراء الطقس المناولة الأولى من سن 8. احنا هنا ننطي من عبر سنة 8 ننطي له التناول،
لكن الأرثوذكس ينطونه أثناء العماد الطفل وما يأخرونه أبدا. كنيستنا مشكلة، أكو فرق همينة في هاي النقطة بين الأرثوذكس. كنيسة الكاثوليكية قامت تقلل من فترة الأصوام، بينما الأرثوذكسية لا زالت ملتزمة بالأصوام. مثلا الصوم الكبير قلت بالأول 40 يوم 50 يوم، بعدين صار أسبوع الأول أسبوع النص وأسبوع الأخير، بعدين صار أسبوع الأول أسبوع الأخير، بعدين صار يوم الأول والجمعة العظيمة. الكنيسة تشوف وضعية الناس اللي دا يعيشون، هذا مو جوهر أساسي بالإيمان المسيحي. أنا أعتبره الجوهر الأساسي الصوم مو من الأكل والشرب، أكو كثير أشياء إضافة إلى الأكل والشرب، أكو كثير أشياء لازم نصوم من عدها ولازم نتوقف عنها. هنا إلغاء الكاثوليك لغالبية الأصوام فنظام وطقس الصوم الكاثوليكي غريب جدا، فهم يفطرون أفطارا كاملة في يومي السبت والأحد ويصومون يومي الأربعاء والجمعة صوم كامل، أما أيام الاثنين والثلاثة والخميس تسمى عندهم أيام بياض، يعني يأكلون بيض وجبن. هاي في الصوم. عندنا نقطة أخرى بالأعماث. ككنيسة مالتنا اللي هسا عدا نشوفه، يا أما بالإيد يرش على رأس الطفل يا أما طاسة يرش على رأس الطفل، بينما كنيسة الأرثوذكسية لا زالوا متمسكين بغطس الطفل كله في جرن الأعمال. أنا مهنانا مشكلة تصير يمنا أنه في يوم واحد بالأعمال مثلا عيد الدنح إذا في كنائس كبيرة راح يجون 20-30 طفل يتعمدون نفس اليوم، الكاهن بوحده شو وقت راح يقدر يغطسهم كلهم ويعمدهم؟ تصير صعبة، فلهذا يحط شوية ماء على الراس ويعمده باسم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. بينما كأنا عملت طقوس الأعماد خلال مسيرتي الكهنوتية أتركها على العائلة، تحب غطس كله أو يرشون فقط على رأس الطفل. عدم تغطيس في المعمودية والاكتفاء بسكب طبق صغير على رأس الطفل، لكن الأرثوذكس فلا يستخدم الرش على الإطلاق في المعمودية بل التغطيس باسم الآب والابن والروح القدس. هنا أثناء الذبيحة الإلهية نقطة أخرى، الذبيحة الإلهية بالقربان المقدس إحنا نستعمل القربان المقدس الفطير بلا خميرة، بينما الأرثوذكس يستعملون الخميرة. الصوم قبل القداس، الصوم نسمينه الصوم الافخارستي، في الكنيسة الأرثوذكسية لا زال 9 ساعات قبل التناول، بينما عندنا حاليا 2 ساعة بالنسبة للأكل ونصف ساعة بالنسبة لشرب الماء. يعني لما تحضر قداس لازم يكون عندك 2 ساعة أنت ما ماكل حسب تعليمات الكنيسة الكاثوليكية. إقامة أكثر من قداس على نفس المذبح في يوم واحد، الكنيسة الأرثوذكسية ما تقوم تسوي قداس واحد، بينما إحنا كنيستنا كاثوليكية. زين أنا هسا حاليا أخدم في المملكة المتحدة، إذا الله سهلها وفتحت كل الكنائس عندي 5 إرساليات 5 كنائس وكاهن وحدي، من وين يجيبون كهنة آخرين يخدمون هالكنائس الأخرى؟ القانون المسموح للكاهن الكاثوليكي ككنيستنا طقسنا يسمح أن يقيم قداسين فقط يوم الأحد أو يوم العادي قداسين يوم الأحد، إذا يريد يحتفل بثلاث قداديس يراد له رخصة من المطران، رخصة من المطران. دا أشوف لما كنا في ولاية ميشيغان ديترويت، الله يكون بعون الكهنة مالتنا،
إذا كاهنين وعندهم 10 قداديس بين السبت وأحد، جالية كبيرة ويحتاجون خدمات وقداديس، فأكيد المطران منطيهم الصلاحية يقدسون 3 و4 و5 قداديس. وإذا في فترة الأعياد بعد الله يكون بالعون، الله يكون بالعون، لأنه كهنة قلال عندنا والشعب مالتنا يطلب خدمات وعنده أولاد ولا شجع واحد من أولاده أن يكون كاهن. وهسه اليوم أنا أستغرب في خدمتي في المملكة المتحدة، الجالية مالتنا من سنة 1986 فتحت إرساليتنا في المملكة المتحدة إلى 2021 تقريبا، عندنا هاي 30 سنة تقول تقريبا، ولا كاهن طلع من المملكة المتحدة. غريب جدا، 30 سنة. يعني لو كان والدي هنا، لو زارعين الأهل المحبة بالكهنوت كان هسه هو كاهن. يعني لو ولد هنا هاي 30 سنة، عمره 30 سنة هنا أنا كاهن، بس احنا ما نشجع، نريد بس ما نخدم، وخدماتنا كلها تروح لغيرنا. هاي النقطة الما حلوة أبدا. الكاهن يصلي ويتناول في أكثر من قداس في اليوم الواحد، مثل ما ذكرناها هاي النقطة، أنه أنا أقدس قداسين أو ثلاثة راح أتناول قبل أقدس، وأنت مناول أن الناس أنا ما أتناول، بينما الأرثوذكس ما يسووها. هنا سمحت الكنيسة الكاثوليكية لعلمانيين وراهبات ينطون القربان، يوزعون القربان. يعني تترجع كلها هاي خدمات الكهنوت. إذا كاهن وفي قداس العيد وأنا وحدي عندي، نقول قبل كورونا يكون عندي 300-400 شخص في الكنيسة، قداس العيد تعرفون راح يطول أقل شيء ساعة ونص ساعتين كاهن وحده. إذا يجي يناولهم الكاهن وحده إذا 400 شخص بالضبط، إذا تحسبون 400 شخص يجي يتناول قربان مقدس، كل شخص يراد له بين 12 إلى 15 ثانية من يتحرك يجي يتناول ويروح يجي واحد الله، بين 12 إلى 15 ثانية. إذا تحسبون 400 شخص هاي يراد لك أقل شيء في نص ساعة زيادة عن القداس بس مناول. فهنا سمحت الكنيسة يجون علمانيين أو راهبات ينطون يساعدون الكاهن في المناولة. الناس تشوفها صعبة، الناس تشوفها صعبة، الناس ما تحب تروح تتناول من الشماس. أي عزيزي قابل أنا دا أنطي دجاج هو دا ينطي لحم، هو نفس القربان. قابل أني أكثر قديس منه من الشماس، كلتنا خطأ، بس كلتنا نسعى إلى القداسة. أثناء القربان ما نباوع هذا الشخص اللي دينت القربان، نباوع على يسوع المسيح. هاي النقطة كثير مهمة، نباوع على يسوع المسيح. خلي نعرف قد نخدم احنا، خلي نعرف احنا ليش جايين. هنا أنا مثل ما نجي إلى هاي النقطة الأخرى، السماح للشمامسة بحمل الجسد ومناولة الدرجات الكهنوت المتعددة، يسمحون للشمامسة الكنيسة الكاثوليكية تسمع هذا الشيء. آخر رسالة، الأحداث الأخيرة اللي طلعت مع قداسة البابا، أنه نقول الكاثوليك يبرئون اليهود من دم، من سفك دم يسوع المسيح، وطلعت هاي تقريبا سنة 1965. لكن الأرثوذكس لا يبرئ اليهود لأنهم طالبوا بيلاطس البنطي بصلبه، شوفوها في إنجيل يوحنا فصل 19:6، وإنجيل مرقس، إنجيل متى، وإنجيل لوقا، كلها نشوفها. الكنيسة مالتنا الشرقية القديمة، وإحنا ككنيسة كلدانية، السماح للعلمانيين رجال والنساء بدخول الهيكل، عندنا شماسين وعندنا شماسات، وقراءات الأسفار المقدسة أثناء القداس. الأرثوذكس ما يسمحون، بس يمكن هسه قاموا يسمحون شوية.
كنائسنا نسميها كنيسة المشرق لأنها مبنية على اتجاه شرق الشمس، بينما للأسف المعمارية الحالية والحاضر اليوم تتنبني حسب المنطقة الجغرافية اللي تتنبني بها، حسب موافقات اللي تطلع وبكيف اتجاه، يعني موافقات علمانية تصير، بينما الكنيسة الأرثوذكسية لا زالت محافظة على طقوسها في البناء، ويدل هذا على الصلاة، الشركة في الصلاة. مناولة غير مؤمنين احنا ما عدنا، عدنا كلها مناولة المؤمن. الكاهن لما يجي مثلا اكثر شيء صادف اثناء الجنازات او الاحتفالات الكبرى، يقول الكاهن من ليس مؤمن بجسد ودم ربنا يسوع المسيح ما يتناول، من هو غير كاثوليكي ما يتناول. هنا ما يجون يتناولون، بس إذا أنا واقف دا أنطي القربان المقدس للناس اللي دا يجون وفي زحمة وفي ناس كثير ما أعرفهم كل الناس، وأنا لما أناول أشخاص ما بوع على وجوه الأشخاص حتى نداناولهم، لا، يجي يتناول يروح، فبقت على الشخص هو إذا كان مؤمن أخذ جسد ودم ربنا يسوع المسيح. إذا غير مؤمن ويجي يتناول ما يعرف شنو هذا، أكيد هذا راح يأخذ كأنه ده يأخذ خبز بس. نقطة أخرى أختمها معاكم أخوتي خواتي المباركين، حسب التقليد الكاثوليكي اللاتيني يؤجلون سر من مسحة المرضى حتى نهاية المطاف، الشخص لما ده يسافر، بينما الأرثوذكس لا ينطون مسحة المرضى دائما، هي قوة وتشجيع للمريض. أنا أفضلها أنه دائما ننطي ما إلى ينصاب الشخص بالمرض، لا، لازم نسوي هاي الممارسات دائما في كنيستنا، مو بس مريض ننطي له مسحة المرضى، لا، كلتنا لو نسويها مثلا بداية الصوم، أنا أفضلها، يعني أتمنى من كنيستنا لو تسمح أنه نسويها بداية الصوم أو باعوثة، نجي نمسح الأشخاص بالمسحة المقدسة، هي مسحة المرضى، ماكو إنسان كامل وصاحي، كلتنا مرضى، كلتنا نحتاج إلى نعمة الشفاء من ربنا يسوع المسيح، ولازم نتقرب أكثر وأكثر إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح. آمين. أخوتي أخوات المباركين، أعرف طولت وياكم، صار لي ساعة ونص وياكم، وأعتذر ما حسيت بالوقت لأنه تكلمنا وأخذنا موضوع نقاش كلش كبير عن الطوائف المسيحية والكاثوليكية والبروتستانتية، كثير هي مهمة أنه نعرف إحنا حياتنا شقد قريبين إحنا من كنيستنا، مهمة إحنا نعرف شنو دورنا إحنا اليوم في الكنيسة، هاي النقطة مدى نعرفها ومدى نعيشها. ليش؟ لأنه بعيدين احنا على كنيستنا، مثل ما أقول خيرنا راح لغيرنا للأسف الشديد. أخوتي أتمنى أنه لا تنزعجون من كلام اللي اليوم قلنا عنه، لأنه كثير مهم نفكر في كنيستنا، ويكفي تقسيم، يكفي تجريح، يكفي نزيد الانقسامات بين الكنائس. خلي نرجع ونكون ايد واحدة، مثل هذا المثل اللي قلته بالبداية، اذا خشبة واحدة اقدر اكسرها، اذا غصن واحد اقدر اكسره، بس اذا عشر اغصان بصعوبة ينكسرون. وش قد ما احنا مسيحيين متشتتين ومنقسمين، يجي العدو بكل سهولة يكسر بينا ويحطمنا. خلي نكون ايد واحدة، لا بس بالكلام لكن بالفعل. آمين. الله يبارككم، الله يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد إذا أكو مناقشات أسئلة مداخلات راح نسمعها، بس ورا ما نسمع هاي ترتيلة لأمنا مريم العذراء بثلتة يمن.
عزيزتي سميرة، صحيح انه يجي انسان يشارك بالقداس الكنيسة الكاثوليكية ويريد ناول وهو مو كاثوليكي، مثل ما قلت انه هذا الانسان اذا ما يؤمن بجسد ودم ربنا يسوع المسيح وما عنده معرفة الكاملة بجسد ودم ربنا يسوع المسيح كأنه دا يتناول خبز. الكاهن ما راح يرفضه، راح يقربه من مائدة الرب، ينطيده الجسد ودم ربنا يسوع المسيح، بس هو وقفت على إيمانه هو. شكرا عزيزتي شميرام، شكرا على المداخلة. شماشة سلام بشينا ثيلو، شكرا أميرة، الله يقويكي رؤى، شكرا. رؤى، عزيزي رؤى، تكلمنا عن ظهور النور المقدس، تكلمنا في محاضرة من محاضراتنا موجودة على الصفحة، فما أريد اليوم نتناقش عنها لأنه رح ندخل في مثل ما يقولون مطبات كثير قوية، وهاي المطبات ما رح نخلص من الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، وليش عند الأرثوذكس يظهر ليش عند الكاثوليك ما يظهر. تكلمنا عنها في محاضرة، أتمنى تشوفيها رؤى، أتمنى. عزيزتي شكرا جزيلا رؤى، وتحياتي وسلامي. ندى حنا، أكيد الموضوع كبير شيق، نحن فعلا نتعلم بسوء من هذه الانقسامات. شكرا عزيزتي ندى، تحياتي لهالشيوس. باسم أخواني عزيزة، شكرا، صحة للجميع. شكرا أبونا لسعة صدر، الله يحميكم الله يحفظكم عزيزي، دائما بالصحة والعافية. أكيد أنتوا قوتي وأنتوا شجاعتي في هاي المحاضرات اللي دا نقدمها، مثل ما قلت أنتوا كنيستي السادسة إضافة إلى كنائسي في المملكة المتحدة. عزيزتي ندى، نادين، شلون يجي هذا الشخص يجي يتناول جسد دم ربنا يسوع المسيح؟ ذكرتيني بقصة حقيقية. جدي الله يرحمه يرحم موتاكم في بغداد، كنت دخل الأروز دي أسواق مركزية، شاف سرة طويل واقف سرعة، سأل شنو هذا السرعة، قالوا ما نعرف كلهم واقفين، هو من وقف قال لي أوقف. طبعا أمي قاعدة وتتسمع وتتذكرها كل الزين القصة، أنا سامعها شخصيا من جدي. ف
وقف بالسرة ما يعرف شنو السرة. لما وصل علينا السرة باوع الكاشير قدامه، ها شو تريد؟ قال له ما اعرف شنو السرة، ايش تسوون هنا؟ قال دا نبيع سنارات مع الصيد سمك. قال يلا هماني اخذ واحدة واطلع. وقف سرعة 10 دقائق ربع ساعة ما يعرف شنو هو. الشخص لما يجي للكنيسة وإذا هو غير مؤمن، غير كاثوليكي وغير مؤمن بجسد ودم ربنا يسوع المسيح، لما يشوف كل الناس وقفت هو وقف، يشوف كل الناس قعدت هو قعد، شوف ناس ركعت هو ركع، هو ما يعرف ايش يصير بس دا يقلد. لما شاف الناس كلها وقفت بسرعة تجي تتناول، هم هو طلع عباله حفت شيء يعني نورمال، يعني هاي من تقاليد الكنيسة. فهاي المشكلة هنا عزيزتي، يجي يوقف هو ما مؤمن، ما يعرف شنو جسد ودم ربنا يسوع المسيح، يجي يتناول. فهنا ما تعتبر خطيئة، لا، لأنه ما يعرف. لو يعرف ويجي يتناول، يا أما يناقض إيمانه هو على شنو مؤمن، يا أما يريد يصير مؤمن حتى يجي يتقرب إلى يسوع المسيح. أتمنى نادين وصل الجواب إليك. شكرا عزيزتي نادين، شكرا مام، الله يحفظك ويقويك وبالصحة والعافية، وهابي ماذرز داي لكل الأمهات. هابي ماذرز داي، أهني كل الأمهات. غدا عيد الأم في أمريكا، ومام إن شاء الله العمر الطويل وصحة وعافية وتاج فوق الرأس، أنت وجميع الأمهات بشفاعة أمنا مريم العذراء. وأيضا أهني تانيا بعيد ميلادها، and wish you happy birthday. God bless you all. God bless you حبيبي تانيا. نبيل زي بثينة، شكرا، ربنا يحفظها لأمك أبونا ويرحم جدك وجميع موتانا، الله يرحمهم جميعا. شكرا نبيل، شكرا، شكرا عزيزي، شكرا نادين، شكرا لكل الحاضرين، ونعمة ربنا دائما تحميكم. عيد الأمهات مبارك عزيزتي ندى، وعلينا وعليك وعلى كل الأمهات، وعيد مبارك لكل الحاضرين اللي ويانا. فتعبتوني وياكم، أكيد أعتذر، قحيت شوية زيادة، لأنه مرات لما أضايق من واحد غير مؤمن، أضايق من واحد ما يعرف كنيسته، تاكل جسمي، لأنه ليش دا ننطي كنيستنا لفائدة غير الكنائس؟ ليش خيري يروح لغيري؟ خلي أهتم بكنيستي قبل ما أهتم بكل شيء. كنيستنا هي الأولى قبل الكل، ولازم نكون خدام كنيستنا. فكل واحد يحافظ على كنيسته، إذا كان سرياني حافظ على كنيستك، إذا كان آشوري حافظ على كنيستك، إذا كان أرمني حافظ على كنيستك، وإذا كان كلداني حافظ على كنيستك وساعد الكنائس الأخرى. بس الأولوية خلي يكون في بيتنا، نخدم بيتنا قبل كل شيء. صحة وسلامة للجميع، والله يحفظكم ويحميكم. باسم، الراهب هو يجب أن يوضح، الراهب أو الكاهن يوضح الأمر إلى كل من غير مؤهل أن يأخذ القربان لا يأخذه. شكرا عزيزي، شكرا باسم، صحة وسلامة للجميع، وربنا يحفظ لك الوالدة، وعيد الأم مبارك لها وللجميع الأمهات في أمريكا والدول الأوروبية الأخرى الذين يحتفلون غدا بعيد الأم. شكرا سينا، وصحة وسلامة للجميع بشفاعة أمنا مريم العذراء. راح أترككم هسا، أتمنى لكم نهار مبارك اللي عنده نهار، وليلة سعيدة اللي عنده ليل، وربنا يحميكم ويحفظكم دائما بنعمة ربنا يسوع المسيح. نصلي، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، آمين. السلام لك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا جميعا، الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين.